فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد عندي في حاشية الكتاب أن صلاة العيد تكون في الصحراء ما عدا مكة، فإن الأفضل أن تكون في المسجد الحرام، يقول هل هذا صحيح؟ يوجد عندي في حاشية للكتاب أن صلاة العيد، حاشية مطبوعة ولا يعني بقلم مخطوطة؟ ما أدري. نعم، مش يقول يوجد عندي في حاشية للكتاب، لأن يعني إن كانت بخط ربما أن بعض الأخوان أو بعض الطلبة يكتبها وقد تكون خطأ، أما إذا كانت مطبوعة هذه يدل على أنها منقولة من كتاب ولا من كلام أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول: يوجد عندي في حاشية في الكتاب أن صلاة العيد تكون في الصحراء ما عدا مكة، فإن الأفضل أن تكون في المسجد الحرام. نعم، هو كذا، مكة ما يخرجون، يصلون في المسجد الحرام هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما في المدينة وبقية المساجد فالسنة أنهم يخرجون للصحراء. نعم.